الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قالت اللجنة المالية النيابية إن بعض أرقام التخصيصات المالية للوزارات ستتغير في الموازنة المالية القادمة، مؤكدة أن عجز الموازنة ستحملها أعباء كبيرة مستقبلا. وأكدت اللجنة تخصيص 1,600 مليار دينار لإكمال ميناء الفاو، فيما خصص 10 تريليونات دينار لوزارة الصحة و14 تريليون دينار لوزارة الداخلية، فيما ستبلغ موازنة وزارة التربية أكثر من 11 تريليون دينار. أما موازنة ميليشيا الحشد فقد خصص لها 3,700 مليون دينار. أكد النائب السابق محمد إبراهيم عدم وجود إرادة سياسية جادة لتمرير وتعديل قانون تعديل سلم الرواتب في البرلمان. وقال النائب إن تأجيل إقرار قانون سلم الرواتب الجديد يأتي بسبب تخوف بعض السياسيين من الطبقات التي ستهمش فيه وعزوفها عن خوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة من مجالس المحافظات وغيرها. هذا وبين إبراهيم أن هناك فروقات شاسعة بين رواتب الوزارات بسبب وجود وزارات لديها مخصصات تميزهم عن باقي القطاعات الحكومية. أكدت اللجنة التنسيقية لتعديل سلم الرواتب أن سلم الرواتب الحالي غير عادل ولا يتطابق مع حجم التضخم الموجود في السوق العراقية، وأضافت أن هناك تظاهرة ستنطلق في الأول من أيار في ساحة التحرير للمطالبة بتعديل سلم الرواتب والتصديق عليه، مضيفة أن سلم الرواتب الحالي غير عادل ولا يتطابق مع حجم التضخم الموجود في السوق العراقية لأنه أقر في عام 2008 والآن الأسعار ارتفعت أضعافا كبيرة، ما أدى إلى وجود فوارق كبيرة في مرتبات الموظفين. أفادت مصادر مطلعة بأن كردستان العراق تكبد خسارة تقدر بنحو 850 مليون دولار بعد مرور شهر واحد على إيقاف صادرات نفطه. وقال مصدر مسؤول في وزارة المالية في كردستان العراق إن قرار الإيقاف الذي كسبته حكومة بغداد نتيجة دعوى قضائية أمام محكمة التحكيم الدولية انعكس سلبا على أوضاع كردستان العراق الاقتصادية رغم اتفاق أربيل مع بغداد على استئناف تصدير النفط. وأكد المصدر أنه إذا استمرت الأمور على هذه الحالة فإن كردستان العراق مقبل على حالة من الإفلاس غير مسبوقة. أوقفت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان العراق العمل بالتعليمات التي كانت تربط صرف مخصصات الموظفين بوجوب انتمائهم إلى النقابات والاتحادات المهنية. وجاء في كتاب رسمي صادر عن الوزارة قرارها تعليق العمل بالتعليمات المالية التي كانت تربط مسألة صرف مخصصات الموظفين بوجوب انتمائهم للنقابات والاتحادات، مؤكدة أن القرار دخل حيز التنفيذ. قبل الختام إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز، إلى اللقاء.